ماذا أخذنا؟ من يعيد لي هذه الأبواب؟ لا إله إلا الله. ها أخواني، ها الشيخ أنت هنا. الباب الأول قبله من الشرك، وقبله لحن تتكلم إخواني تفسير التوحيد، وفسر التوحيد بضد الشرك في الدعاء، والشرك في المحبة، والشرك في الطاعة، والشرك في النية والإرادة والقصد. وباب من الشرك ماذا؟ الحلقة والخير. قلنا إذا اعتقد تأثير بذاته الشرك أكبر، اعتقد أنها سبب وليست بسبب أصل، تمام. وثم قال باب لماذا لم يقل من الشرك؟ لأن الرقية شرعية وشركية. الشرعية تكون من الكتاب والسنة وبإسماء الله وصفاته، كلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية. الثالث نعتقد أنها سبب، اختل شرط شركية، والتمائم كلها من الشرك. إذا ذكرت من القرآن فهي محرمة، لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من رقم التمام وكراهية السلف والحباب شر وامتهان للقرآن. بعده التبرك شرعي وحسي، لا مشروع وممنوع. ممنوع شرك أصغر، المشروع حسي كتب الأئمة، أو شرعي الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام تابع بين الحج والعمرة، الصلاة في مسجد قباء، صح تمام. بعد الذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر، ولا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ولا يكفر سواد أهل الباطل. والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة بابها باب الدعاء، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. ذكر المؤلف فائدة مهمة جدا في باب التبرك، قال أن المنتقل من الباطل، الذي ينتقل من الباطل، وهذا اللي قلنا لكم قبل قليل، بعض الناس يتوب يكون على مذهب ضلال، إمام عند علماء الضلال، ثم يتوب يهديه الله سبحانه وتعالى ويتوب، ثم يؤلف في معتقد هؤلاء الباطل. نسمع له؟ لا. من يقول هذا؟ أئمة الإسلام يقول هذا. يقول هو رحمه الله في المسائل أن المنتقل من الباطل، لأنه قال ويحتج بماذا؟ ونحن حدثاء عهد بكفر بشرك. قال المنتقل من الباطل لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من الباطل، فلا نقرأ له. اقرأ شيخ الإسلام يا يعني. صح؟ لماذا تقرأ؟ قال هذا يعرف، شيخ الإسلام لا يعرف. ولهذا الآن ينزل كتاب أو أشرطة حقوق النسخ محفوظة والطبع الأولى وكذا وكذا، لا تقرأ، لا. انتهى الكتب من شيخ الإسلام أحسن لك والله، صح وارتاح، لا إشكال تحمل الكتاب هكذا، يرى الناس ما في إشكال، صح. أما ذاك الكتاب تحمله هكذا تخطيه، لماذا؟ أحسن ارتاح من الجميع. الطعن الذي يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. أي إنسان يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة. طعن في الله سبحانه وتعالى، لأن الله اختار سبحانه وتعالى لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنه، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. طعن في دين الله، لأن لو طعن فيهم معنى هذا نقل لنا الدين من أناس فيهم. الثالث طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء على دين خليل، وقال لا تسبوا أصحابي، وطعن في الصحابة هذا واحد. ما لا تسمع، انتبه. معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة ألا نذكر الصحابة إلا بخير. لا تقرأ، لا تسمع، لا تتكلم، سلامة إيش؟
قلوب والألسنة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا يجوز القراءة في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة التي ذكرت ما شجر بين الصحابة. من يقولها؟ بن عثيمين رحمه الله. لأن الله سبحانه وتعالى لا يسألك يوم القيامة عن الفرقة الباغية، لا يسأل، لكن سائلك الله عما تعتقد في قولي والذين جاءوا من بعدي، وسائلك الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابه. مفهوم؟ نعم.